57 ان كل من الولايات المتحده الامريكيه وتركيا والعراق عاوزين يغزو سوريا. يغزو سوريا ليه؟ لان سوريا زي ما قال دلوقتي العميد عمار بيقول ان سوريا هي الجيش الاول ومصر هي الجيش الثاني والثالث. كثيرا لا يعرفون هذه المعلومه، ليه توضحها لنا؟ احنا ما عندناش جيش اول، مصر فيها الجيش الثاني الميداني والثالث ومناطق مركزيه طبقا الجنوبية الغربية المركزية. أمال الجيش الأول فين؟ الجيش الأول هو الجيش السوري وفقا لخطة الدفاع المصرية عن الدلتا، وده لازم تربطه بالمشاريع القومية اللي بتحصل في سيناء النهاردة وعملية التعمير اللي بتعملها في سيناء، لأنك محتاج تحول أرض سيناء لقناة السويس إلى وحدة أرضية متكاملة تنصهر الاثنين في بعض. هذه الوحدة الأرضية المتكاملة تنصهر داخل الدلتا عبر بقى الست انفاق اللي بتتعمل دي بتغيير ديموغرافي جديد. ليه بتعمل الحدوثه دي كلها من منظور المدرسه العسكريه المصريه؟ لانك محتاج ان هذه الوحده الارضيه المتكامله اللي هي سيناء بقناه السويس كبوتقه واحده تبقى هي خط الدفاع الثالث يا سياده اللواء عن الدلتا. ما هو خط الدفاع الثاني عن الدلتا؟ هي الشريط الحدودي ما بين مصر وفلسطين اللي هي دوله فلسطين. ما هو خط الدفاع الثالث والأخير عن الدلتا؟ هي سوريا. كيف؟ هي سوريا. كيف؟ يعني إيه كيف؟ هو سوريا تبقى هي حائط الصد الثالث ليك قبل ما يوصل يغزو الدلتا، يبقى لازم يعدي من عند سوريا. ده تاريخك بيقول كده كمان، ده كل المعارك اللي انت قابلتها في سيناء وفي الدلتا جاية لك من ناحية بلاد الشام، ها؟ وبالتالي هي لابد أن تبقى على استراتيجية خط الدفاع الثالث وهو سوريا. فإذا ضربت هذا الخط فيصبح هناك تهديد، يشكل تهديد مباشر على الدلتا في مصر. إذن يا مصريين، نحن ندافع عن الجيش العربي السوري، نحن ندافع عن وحدة وسلامة الأراضي السورية بصفتها خط الدفاع الثالث عن الدلتا.